هذه الالوان ما تخلص. اللون لون طشه، اللون الفستقي لون فول. قياسات 38 48 شوف الكمر مالته البنطلون اي قياس يلبس، ما تحتارين بالقياس. جمال قطعه قدامك، شغل بالردان، قميص مفتوح خامه درجه اولى تركي، لبزين بالصفحه قطعه فول 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 قد ما تقولين. ضاعنا هذا اللون، هذا للسمراء للبيضه ما تحتارين. شلون ابو اليوم؟ شيء واضح عندك بالتصوير؟ كلش واضح. كشخه؟ كلش. اقطع ترند. صورت؟ صورت. شلونه؟ ابوي موت. يابا هذا اللون هو لون المودر، اللون اللي اسسنا عليه الموديل، قطعه تفليش باللبس. اللون الاسود ما يحتاج نسولف عنه، هو الاسود على الابيض، يعني ترند، يعني فول، يعني نزاكه، يعني تحطيم. والله وخامه درجه اولى، يعني بنقول تركي تركي بكل معنى الكلمه. الماركه مالته معروفه واخر. اللون الماروني. واللون الاخير، هذا مو ماروني. تشيلة. لا ازبري، لا ماروني، لا احمر، ما لا وردي. لون استوى مطروح. الوان السنه ابوي. شوفونا جمال القطع، شوفونا الترتيب. قطعه مفوله. ثلاث قطع هذا. ثلاث قطع في سيت واحد. ابوي الطقم اليوم كل يوم جديد، كل يوم قنبله جديده، كل يوم شيء يفاجئكم. باعونا القطعه ونزاكه الطقم. طقم ثلاث قطع، يرق مفصول، شوف عين الفصله مالته، شوف سوالف الردن، قطعه تفليش وثلاث قطع. موديل فول، باع لون زيتوني، لون البيجي. وين مالت الدوام؟ شوف هنا لون البيجي. واليوم واضح عندك التصوير؟ كلش حلو. قطعه تفليش، نزاكه، قرب لي على الصوره اليوم. قرب لي اشغل الردان. الابزيمل بالخصر. يعني نزاكه نزاكه، قطعه واقفه، تاخذينها تكشخين تقول رحم الله والديك.